بكم مشاهدينا حلقة نقاشية جديدة نفتحها من هنا من مكتبة الإسكندرية، نحاول فيها إلقاء المزيد من الضوء على أبرز القضايا المحلية الإقليمية والدولية. التقارب المصري السعودي بالطبع هي إحدى علامات العلاقات العربية التي تهدف في الأساس إلى تحرك كوحدة واحدة للحفاظ على الأمن الإقليمي وتنمية التعاون فيما بين الدول العربية. زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة تأتي في توقيت مهم من هذه المرة، حيث يعيش الوطن العربي أزمات متفاقمة في سوريا واليمن وليبيا وغيرها، ما يستدعي الوقوف صفا واحدا تجاه التحديات الكبرى في مقدماتها الإرهاب، خاصة أن ولي العهد السعودي سيبدأ من القاهرة جولته التي تشمل أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا. كما تعكس هذه الزيارة حرص البلدين على استكمال مسيرة تعزيز التعاون الثنائي الذي تطور كثيرا خلال السنوات الماضية. اليوم نسلط الضوء على هذه الزيارة من جميع الجوانب. العلاقات المصرية السعودية بأسس وروابط قوية نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية. وقد برهنت الزيارات المتبادلة بين قادة مصر والسعودية على ما وصل إليه التنسيق الثنائي المشترك في جميع القضايا. أما فيما له صلة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية، فهي تشهد تفاعلا ونموا مستمرا تضاعف مرات عدة منذ ثمانينيات القرن الماضي. فقد احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر. أجندة مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته المرتقبة إلى مصر تتضمن ملفات مختلفة حول القضايا الدولية والإقليمية المشتعلة، أبرزها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، إضافة إلى الملف الإيراني وسبل مكافحة الإرهاب القطري والتصدي له، فضلا عن دعم وتعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة.
قضايا عدة وملفات شائكة تحتل مكانها على طاولة مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى مصر. القضية الفلسطينية تعد من أبرز الملفات التي تتصدر المباحثات، حيث من المنتظر أن يتبادل السيسي وبن سلمان الرؤى حول مفاوضات السلام ووضع القدس، مع اقتراب واشنطن من طرح ما أسمته بصفقة القرن لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. كما تأتي الأزمة القطرية على رأس أجندة المباحثات، ومن المتوقع أن يؤكد الجانبان ضرورة استمرار تضامن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب في حملتها ضد قطر لإثنائها عن دعم الجماعات المتطرفة والإرهابية. ملف الغاز أيضا سيكون ضمن الملفات المطروحة، حيث تأتي الزيارة بعد موافقة شركة النفط العربية السعودية أرامكو على توريد مصافي مصرية تبلغ 500 ألف برميل من النفط الخام شهريا لمدة 6 أشهر، الأمر الذي يوفر لمصر مصدرا مهما لإمدادات النفط. المباحثات من المنتظر أن تتطرق أيضا إلى تطورات الوضع في اليمن وتعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا وبحث حلول سياسية للأزمة السورية. وسيكون الملف الإيراني حاضرا، حيث يناقش الجانبان سبل وضع حد لعدوان إيران المستمر وطموحاتها في المنطقة. مباحثات السيسي وبن سلمان ستشهد كذلك الاتفاق على التعاون بين مصر والسعودية حول القضايا الأمنية وبحث استراتيجية شاملة على المستوى الأمني والعسكري. زيارة بن سلمان إلى مصر بحسب خبراء ستزيد من توطيد العلاقة الثنائية القائمة بين مصر والسعودية، وستساعد على دعم المشاريع الاقتصادية الضخمة في مصر. إذن مشاهدينا، العلاقات المصرية السعودية ستكون محور هذه الحلقة النقاشية. لماذا اختار الأمير محمد بن سلمان القاهرة لتكون أول محطة خارجية له منذ توليه ولاية العهد؟ وما هي دلالة زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة قبل جولته المرتقبة في لندن وواشنطن؟ وما هو مدى تطابق الرؤى بين مصر والسعودية حول قضايا المنطقة؟ أيضا، ما هو موقف مصر والسعودية تجاه الإرهاب والتدخلات التركية والإيرانية في المنطقة؟ إذا مشاهدينا، محاور أخرى نطرحها في هذه الحلقة النقاشية، ولكن بعد هذا الفاصل القصير تفضلوا بالبقاء معنا. إذن مشاهدينا، العلاقات المصرية السعودية وما تتميز به. يسعدنا أن ينضم إلينا على الهواء مباشرة لإثراء هذا النقاش دكتور محمد كامل عمر، وزير الخارجية الأسبق. دكتور محمد، أرحب بك على شاشتي أونلايف. يعني معالي الوزير، كيف تقرأ هذه الزيارة في هذه الآونة وهذه الأحيان، مع الأخذ في الاعتبار أن هي المحطة الأولى لولي العهد السعودي في جولته الإقليمية والدولية من بريطانيا مرورا بالولايات المتحدة الأمريكية؟ أيوة، مساء الخير. الحقيقة أنا بتصور أنها زيارة مهمة جدا، خصوصا زي ما حضرتك قلت أنها أول زيارة يمكن لسمو ولي العهد بعد توليه هذا المنصب، وبتصور أن ده كان اختيار منطقي أن تكون أول زيارة إلى القاهرة، لأن دائما وأبدا كان التنسيق المصري السعودي من أهم العوامل المحددة، ليس فقط على مستوى العلاقات بين الدولتين، إنما على المستوى الإقليمي، وعاوز أقول على يمكن المستوى اللي بعد الإقليم، الأبعد من الإقليمي كمان. إحنا عارفين إن طبعا ولي العهد حيزور لندن، وبعد كده حيزور زيارة مهمة إلى الولايات المتحدة، وبتصور إن هذا اللقاء حيكون مهم جدا في التنسيق الاستراتيجي ما بين الدولتين. نعم طبعا. استاذ محمد، يعني العلاقات المصريه السعوديه بالتاكيد تشهد يعني زخم. حضرتك كنت سفير المصر في المملكه العربيه السعوديه، كيف تقيم هذه العلاقات؟ وايضا الى اي مدى يمكن ان نصف هذه العلاقات بالتوامه الفعليه ما بين اكبر دولتين عربيتين؟ ده بالفعل. خلينا اقول لك، يعني حتى لو رجعنا الى التاريخ سواء البعيد او القريب او المعاصر، هنلاقي ان العلاقات المصريه السعوديه كانت دائما علاقات قويه، حتى في الفترات القليله يمكن اللي تعرضت فيها هذه العلاقات لبعض الهزات
كانت دائما بتتغلب عليها وبتعود إلى طبيعتها، زي ما حضرتك ما قلت أكبر دولتين في المنطقة، أقوى دولتين في المنطقة، التنسيق بينهم مهم جدا والتنسيق الاستراتيجي بالذات مهم جدا. لو تكلمنا على البعد الثنائي في هذه العلاقات، وطبعا أظن أنه هيحتل الكثير من النقاش في اللقاء بين قيادة الدولتين، البعد الثنائي في المرحلة الحالية يمكن بيكتسب أهمية كبيرة جدا نظرا للظروف اللي بتمر بيها الدولتين. مصر النهاردة قامت بإصلاحات اقتصادية جريئة جدا، كان المفروض دي يمكن تتخذ على مدار العقود الثلاثة أو أكثر الماضية. مصر أخيرا قامت بهذه الإصلاحات، إصلاحات هيكلية للاقتصاد، بناء بنية تحتية قوية، إصلاحات لمنظومة الدعم لسعر الصرف ولخلافه، مما يجعل مصر النهاردة بيئة مناسبة جدا لتلقي واستقبال الاستثمارات الأجنبية. طبعا الاستثمارات السعودية أنا ما بعتبرهاش استثمارات أجنبية، إنما هي استثمارات في الحقيقة يعني في يمكن في يعني في نفس بتصب في مصلحة الطرفين في المقام الأول. دي من ناحية، من ناحية تانية بنبص في الناحية المقابلة إن المملكة النهاردة بالذات ولي العهد النهاردة متبني تحرك سريع جدا لتحديث الاقتصاد السعودي، تحديث المنظومة الاقتصادية، تحديث المنظومة الاجتماعية في المملكة، مما يجعل في الحقيقة إن احنا في فترة مواتية جدا في الدولتين سواء في مصر أو في السعودية لزيادة التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الحقيقة بما فيه لصالح الدولتين في المرحلة الحالية. نيجي نتكلم على هذا التكامل يعني المصري السعودي يمكن أن ينعكس بكل تأكيد في المنحة الاقتصادي والاستثماري. تعلم يعني معالي السفير أن شركة أرامكو قررت أن تزود مصر طبعا بالاتفاق مع الحكومة المصرية تمول مصر او تزود مصر بالخام من او النفط الخام ب 500 ألف برميل بترول شهريا. اعتقد هذه يعني انعكاس مهم لما تشهده العلاقات المصريه السعوديه في الاونه الاخيره. بدون شك في الاونه الاخيره العلاقات المصريه السعوديه بتمر بمرحله ازدهار. قرار شركه ارامكو قرار يعني قرار مهم جدا، وقرار انا شايف انه قرار سليم، انما انا بنظر في الحقيقه يمكن الى ما بعد هذا، الى اكثر من هذا، بنظر الى تعاون اقتصادي في مجال الاستثمارات المشتركة، خصوصا بعد ما لو النهاردة احنا بنبص من ناحية السعودية الرؤية بتاعت 2030 وانشاء مدينة حديثة جدا في المملكة العربية السعودية على يعني قريبة جدا من مصر، انشاء الجسر المتوقع ان ينشأ ما بين الدولتين، هذا كله سيكون له دور مهم جدا في الحقيقة في زيادة زخم التعاون الاقتصادي بين الدولتين، بما سيعود بالنفع مش بس على السعودية وعلى المملكة وعلى مصر، انما بتصور انه هيكون له اثر على المنطقة بالكامل. معالي السفير، حضرتك ذكرت يعني في تقييمك لمجمل العلاقات المصرية السعودية يعني ذكرت في القلب منها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، يعني ذلك يعطي يعني التنويه وإشارة إلى ما تشهده هذه العلاقات في الصعيد طبعا الاقتصادي والاستثماري. إذا ما تحولنا إلى الحديث عن كيفية تنسيق المواقف الخارجية، تعلم أن المنطقة والإقليم يشهد العديد من الأزمات، العديد من الملفات المفتوحة التي يعني يجب أن يعمل المشرط المصري والمشرط السعودي فيهما. بالضبط. هو في الحقيقة ده اللي يعني أنا قلت على البعد الأول اللي هو بعد العلاقات الثنائية، إنما لو انتقلنا إلى البعد الآخر اللي هو البعد الإقليمي، فهنا التنسيق الاستراتيجي السعودي المصري مهم جدا في تحديد مسار الأحداث في المرحلة القادمة. زي ما حضرتك تفضلت، المنطقة بتمر بمرحلة يمكن خطيرة جدا لم تشهدها في تاريخ المعاصر. يمكن أنا أحب أركز هنا على موضوعين أو ثلاثة. أولا طبعا موضوع الإرهاب ده موضوع يعني بيمس الجميع، ودور السعودية ومصر مهم، إنما طبعا هذا الموضوع موضوع بيتطلب تعاون كل دول العالم مش بس مصر والسعودية، لأن الموضوع ده بيؤثر على الجميع زي ما شفنا. إنما لو جينا بقى لما يؤثر على المنطقة، الوضع في سوريا بالذات أنا شايف إنه في الحقيقة يعني يجب أن يكون هناك دور عربي فعال، هناك أطراف كثيرة جداً
بتعمل الآن على التوصل إلى تسوية سورية، وليس في هذه الأطراف يعني الحضور العربي ليس موجودا بما فيه الكفاية بالنسبة لهذه التسوية. ما سينتج عن هذه حضور إقليمي دولي على حساب الحضور العربي بشكل مكثف في القضية السورية؟ بالضبط، زي ما احنا شايفين في 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 تدخل من دول في الإقليم، في تدخل عالمي من الخارج، إنما الحضور العربي ما هوش واضح، مع إن ما سينتج عن هذه التسوية سيكون تأثيره في المقام الأول على المنطقة العربية. فأنا شايف الحقيقة إن اللي ممكن يقوموا بدور مهم جدا في هذا الموضوع هم المملكة ومصر، والتنسيق الاستراتيجي في هذا المجال مهم جدا، وأنا متأكد أن في المباحثات اللي هتكون بين القيادتين في اليومين اللي جايين هذا البعد سيكون مهم جدا في الحقيقة. البعد الآخر بالنسبة تحدثت عن الملف السوري سيادة السفير، عايزين برضو نتكلم برضو مع السفير عن يعني أن العلاقات المصرية السعودية تقاربها يتناسب عكسيا مع التمدد الإيراني في المنطقة. ده بدون شك، بدون شك. شوف انا يعني من وقت ما كنت سفير في المملكه سنه في يعني في سنه 95 الى الان، وانا اعتقد تماما ان كلما قويت العلاقات المصريه السعوديه كلما كان هناك يعني حائط صد ضد اي نفوذ خارجي يؤثر على المنطقه، لان قوه هذه العلاقات في الحقيقه هو خط الدفاع الاول للمنطقة ولمصالح المنطقة. فزي ما قلت حضرتك قوة هذه العلاقات، التنسيق الاستراتيجي فيما بين الدولتين مهم جدا لصد أي محاولات للتدخل في المنطقة اللي احنا شايفينها النهاردة بتحصل في أماكن كثيرة جدا من المنطقة العربية. نعم. كيف ترى أيضا سيد السفير هذا التنسيق وتأثيره على التدخل التركي في شمال سوريا؟ هذا التنسيق زي ما قلت طبعا احنا يعني انا ما زلت بقول ان يعني الدور العربي في المسألة السورية ليس على القدر اللي هو المطلوب في الحقيقة، فيجب ان يكون هناك يعني دور عربي ورؤية عربية لما سينتج عنه الحل النهائي في سوريا، وليس فقط على التحركات التركية في شمال سوريا وغيره اللي تعتبر في حد ذاتها يعني اعتداء على الأراضي السورية وسيادة الأراضي السورية، إنما يجب أن هناك تنسيق ورؤية مشتركة لما نرى أن يكون عليها الحل النهائي بما يحقق مصلحة سوريا في الأول، وسوريا أنت عارف في القلب من العالم العربي ككل، وبما يحقق مصلحة الدول العربية مجتمعة، ولا نترك المجال مفتوح لأطراف خارجية تتدخل وتحقق مصالح ضيقة بتهمها هي في المقام الأول ولا تهمها المصالح العربية يعني في بعد كده. معالي السفير، طبعا يعني من ضمن المشاغل المصرية السعودية المشتركة هي الأزمة القطرية وتدخل القطري والدعم القطري للإرهاب، سواء بالتمويل أو توفير ملاذات آمنة أو أيضا توفير هذه المنابر الإعلامية التي تخدم بشكل أو بآخر بشكل مباشر أو غير مباشر الفصائل الإرهابية المسلحة. كيف يمكن أن لهذا التنسيق، لهذا التناغم المصري السعودي أن يوقف السياسة الخارجية القطرية عند يعني حد، ويعني يمكن أن بشكل أو بآخر يغير هذه السياسة في المستقبل؟ أنا بعتقد طبعا أن الموقف من السياسة القطرية واضح، الدول الأربع اللي هي مشتركة في اتخاذ موقف موحد من السياسة القطرية ومن التدخلات في الشؤون الداخلية ومن يمكن تشجيع بعض المنظمات اللي بتقوم بأدوارها الدامة في الدول، موقف واضح جدا وهم لهم شروط محددة وواضحة، وبعتقد أن هذه الشروط يعني لو تم تحقيقها ستكون كافية في الحقيقة لإعادة خط قطر إلى المسار الصحيح والابتعاد عن تأييدها للتنظيمات اللي بترمي إلى أحداث قلاقل في الدول العربية، الابتعاد عن إثارة القلاقل في الدول العربية. فمرة أخرى التنسيق المصري السعودي في هذا المجال مهم جدا ولتحقيق التوازن في الحقيقة فيما يتعلق بهذا الموضوع.
اخيرا سيد سفير، الملف طبعا اليمني والتدخل الايراني في اليمن من باب او من منفذ الحوثيين، كيف ترى التعامل السعودي مع هذه الازمه وايضا الدور المصري في ايجاد حل لهذه الازمه؟ شوف حضرتك، هو التدخل الايراني في اليمن هو مظهر من مظاهر التدخل الايراني في المنطقه. التدخل الايراني موجود في 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 سوريا، التدخل الايراني موجود في العراق في الحقيقه. ومن هنا يعني برجع لكلامي ثاني، ان يجب ان يكون هناك موقف عربي موحد لمواجهه هذا التدخل. وزي ما قلت، المملكه ومصر في يعني هي اللي هتقود هذا الموقف العربي الموحد. احنا شايفين الجهد اللي بتقوم به النهارده المملكه في اليمن للحد من 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 دور ايران لتأييد الحكومه الشرعيه في ذا جهد طبعا يعني مشكور ومقدر، انما يجب ان يكون هناك ايضا موقف عربي موحد من هذا الموضوع تحت القياده المصريه السعوديه. نعم. سيادة السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا على شاشة أونلايف مثريا للحديث حول العلاقات المصرية السعودية. إذن مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من هنا من مكتبة الإسكندرية. غدا حلقة نقاشية جديدة، إلى الملتقى.